نظمت مديرية الصحة بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة على مدار يومين في قرية بشبيش. وتعتبر قرية بشبيش إحدى القرى في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 2500 حالة من خلال 14 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 15 حالة إلى مستشفى المحلة العام لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. كما شهدت القافلة قيام أعضاء التثقيف بمديرية الصحة بالغربية بتنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية صحية لأهالي القرية عن مرض السكر وصحة الأم وحديث الولادة. وأيضا تم تنظيم ندوات توعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.